السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير. احنا معكم عاوتاني يوم الثاني في ايطاليا. نبداو هذا الفيديو هذا من لوطيل، ومن بعد غنمشيو لهاد البلاصة. هادي بلاصة قديمة في مدينة قديمة عندهم، خلاوها هما هكاك وسميتو. نطلعو لذاك البارك الفوق ديالو، والجو مشمش، حار سخونة بمعنى الكلمة. أقول لك كان 34 35 درجة في العشية، ومع داك الصباح مع العشاء الصباح كتكون 30 28. دابا في العشية هكاك مع ديك 6 العشية هكاك عاد خصك تخرج، لأن انت إلا بغيتي تصور ما غاتشد والو، كتشدها وما عندك حتى فين تدرك. شميشة قاصحة نيت بحال ديال البلاد. ايوا نضربو معاكم دويرة، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم تابعوا معنا. مازال غنمشيو لبلايص اخرين، غنمشيو غدا ان شاء الله، نمشيو للمدينة، غنمشيو للبلاصة ديال فين كيديرو الفيراري، بلاصة ديال الفيراري فين كيتريني هو سميتو. نحاول ندير فيه فيديو تما، لان عندهم غدا كاينه لونطريمان، لان دايرين لا فيستا دي فيراري. عندهم واحدة سميتو كل عام هاد الوقيتة ديال العام كيديرو ديك بحال العيد ديالهم ديال دي الفيراري. ولكن الصداع ديال دوك الطوموبيلات ما تسمع والو. وهنايا غنمشيو نضربو بكم شي دورة، ومن بعد غنمشي لليتل فينيس. كاين واحد البلاصة كيقولو ليها فينيس الصغيرة بين الديور، ودايز فيهم داك الماء وسميتو الى لقيت الماء، لان نورمال قبل كانت تما بحال فينيس ديما عامر ما. ولكن انا مع هاد الشمس هادي والجفاف غنلقاوه نشف، ولكن غنمشي له. لان الطاليان هي في ديال توريس هذا. لا لقيت واحد البارك تما ودارين فيه داك الماء وسميتو الدراري الصغار. وفيه بزاف هذا سميتو ديال الاصنام ديال السبوعات، الجمولات، الجبل، السبع نعاس فوق الجمال. المهم هما كيزوقوا بدوك سميتو ودوك الفكرون والسبوعه. غندخل للداخل تاعو، ولكن بان لي مع الشمس وسميتو بان لي حتى داك سميتو ما بقاش فيه ديك الخضوريه بزاف، داك الشيء بدا كيموت. ها هما عندهم الماء، ما كون ماشي الماء كلشي غادي. ها سميتو باركو دي لا مونتانيولا. الناس كتمشي تما خصها دابا عار الظل، صافي الناس كتقلبها على الظل. هنا ملي كتطلع الفوق كتشد المدينة من الفوق كتبان ليك. بولونيا عامرة، ما دخلش المدينة، قلت نشوف حتى شوية يبرد الحال شوية ونمشي ندخل ندوز تما حدا لاكار الكبير. وهنا شاد الطريق ديالي غنمشي نشوف ديك فينيس. لقيت هاد السوق هذا ديال الحوايج 10 دراهم وورو واحد. فيه الحوايج، فيه داكشي ديال الالكترونيك ديال التليفونات، الشارجورات، داك سميتو الخشاوة ديال التليفون، كلشي رخيص تما. كاين هادوك باكستانيين وبنغلاديش هما اللي كيقول هنود هما اللي كيبيعو تما. انا عاجز لقيتو ما بغيت كاع نصور، صورت على الجهة فين دزت. هادي هي اللي تلفينيس، هادي هي الطريق، هاد البلاصة اللي قلت لكم شتي شوية الملكين وبين الديور. وفاسميتو ديالو الديور الزناقي بحال فينيسيا. إلا عندي وقيتها إن شاء الله الرحمن الرحيم قد نمشي ليها وندير فيديو تما. هي غتكون سخونة، لأن أنا كنت مشيت ليها وقت البرد. هاد الوقيته لا كتعمر بالتوريست، نحاول ندير شي دوره تما ان شاء الله الرحمن الرحيم.
كلها سبحان الله العظيم كلشي حتى الديور ديالهم من الجهه الاخرى سميتو بحال فينيسيا. هنا فينيسيا هي صغيره فيها عاد داك الماء فين كيدوز دوك البطوات الا بغيت تطلع وسميتو وهي ضاربها الماء. صافي شديت داك شويه وسميتو دخلت مع دوك الزناقين خاويين ملي كتكون الوقت خاويه وسميتو مع الصاد شرع على بنادم قلبها فين تبرد. صافي وجيت قلت نضرب دوره من هنايا وندخل للمدينه وندوز حدا ستاسيون ديال التران لان تما اللي كيعمر شويه وسميتو ومن تما رجع بحالي لان حتى انا كتعي ديك الشمس سولتي الا ما كنتيش ناعس وسميتو. انا درت على السور على داك السوق من الجهه الاخرى يعني كنت مشيت لهم انا سميتو دابا على الطريق ديالي غير نشدو وسميتو. الحديد كاين ولكن بنادم كيدوز عام من الجهه الاخرى ما كيدوزوش فيها كيدوزو عام من الجهه اللي فيها الظل. وكاين هنا هاد لي ماكازا اللي كيبيعو داك الاواني منزليه وسميتو. لان دابا الشينوا هما اللي معبرين كلشي كلشي داك الشارع ها الشينوا لا حوايج لا مواعن لا سميتو. والناس دابا راه صافي راه كتبع هذاك الشيء رخيص يكون شينوا ولا سميتو عام. هو الطوبيسات سبحان الله العظيم داروا بزاف الطوبيسات والطوبيسات ولاو كيتمشوا عبدو ما بقاش داك سميتو. قلت بلاتي ندخل لهاد الشوب هذا الكوب ولكن الكوب هو كيكون غالي عندهم. قلت نشوف عار الخضره وندير المقارنه بين هنا ولندخ واخا هكاك لقيت هنا رخيص لان كيقولوا لي غالي. ومازال هاد سمحوا لي ان قلبت الكاميرا ملي كنقلب في الخضره وسميتو كنسى راسي بانت لي هذيك الفلفله كبيره وقلبت التليفون 2.48 و اورغانيك زعما ماشي شي حاجه مزيانه. هاد انا هاد البلاصه هادي شكون اللي كيتقدى فيها مثلا شي واحد ما عندوش الوقت باش يمشي للبلايص اخرين وسميتو. ولكن ملي كنجي نشوف كنلقى ثمن مناسب بون اورو 58 البنان. المانجو اللي غالي عندهم شويه 2.62 2.60 هاكا عاد قلت نشري شي حاجه ما نشتري تما ما عطاش وسميتو. وبحال هادو ما كيكونوش بزاف عامرين لان كيمشيو للكوبات الكبار وهذا زعما عا صغير واخا هكاك الثمن مناسب. من بعد غنمشي لشي كوب اخر ونشوف عاوتاني الديفيرونس بيناتهم لان هنا كيبان ليا غالي ولكن الثمن زعما مناسب بالنسبه في الطاليان. البطاطا كلشي عندهم هما فريش سبحان الله العظيم البطاطا ديال الفلاح وكل بطاطا فيها 300 غرام. هاد ديال البصله الحمراء عجبتني بسميتا ديالها الثمن 2.48. بالنسبه هنايا لا هنا رخيص عندك الطاليان واسبانيا كي الا مشيتي فرنسا بلجيكا وسميتو كتلقى داك الشيء غالي. الا جيت ندير مقارنه بين بلجيكا مثلا والانجليز بلجيكا في المعيشه غاليه على ما اظن. الا كان شي واحد بلجيكي وسميتو يقول لي واش كذبت ولا انا اللي شفت ديك شويه اللي كنشوف فين كندوز. هنايا السنتر كلشي مازال ما خرجوش الناس حتى العشيه ندير تقريبا 7 العشيه. هنا ستاسيون ديال التران الكبير ملي كتجي من المطار وسميتو كيحطك هنايا وكاينين لوطيلات الحقوق حدا سميتو حدا لاكار وكاين لوطيلات عطالة لوطيلات كتمشى كل واحد كيتمشى على قد سميتو ديالو 30 يورو 35 40 50 100 200 300 كل واحد مثلا هنايا حدا لاكار كيكون غالي شويه.
كتكون حتى 180 150 في النهار، 200 كاين، 300 سا ديبون. الواحد يقلب فين ينعس، كاينين نوطيلات زوينين ب 40 45. هنايا داكشي ديال دزت هنا لقيت دايرين داكشي ديال لي سوفينيغ، سميتو بانت ليا واحد القهيوة تما زوينة، دايره كلشي لا تيراس ديالها بالشابوات، دوك الشابوات ديال المكسيك، وصورتها على برا. السوفينير ديال بولونيا، دوك اللي كيديرو في التلاجات، واسميتو تلصق بهم، دير الورقة في التلاجة وتلصقها، سميتو. وكاين اللي اللي عزاز عنده عا يدير دوك، سميتو. هنا الرجوع ديالي ديال اللي سميتو اللوطي، المهم غنوريكم كيعطيوك لا كارت هكا، كديرها فا سميتو في الباب، كتحل، وملي كتدخل عاوتاني كتخشيها في البلاصة ديال الضو. اوكي، ها هو باش يشعل لك الضو. اوكي، هنا نهي الفيديو ديالنا، وتهلاو ليا فريوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى فيديو جديد ان شاء الله.